التوجيه لمن يتمنى الموت لنفسه، وذلك بسبب كثرة الضيق والمشاكل، ودائما يدعي على نفسه بالهلاك. يجب أن يعلم المسلم أن هذه الابتلاءات فيها من تكفير الذنوب وفيها من الخير للمسلم سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولذلك جاء في الحديث: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. فهذه الهموم وهذه المشاكل يكفر الله بها عن الخطايا، هذا أمر. الأمر الثاني، لا يجوز المؤمن إذا أصيب بمثل هذه المصائب أن يتمنى الموت، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان فاعلا فليقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك المؤمن لا يتمنى الموت. لذلك عائشة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: ماتت فلانة فاستراحت. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنما الذي يستريح هو من غفر له. ولذلك المؤمن والمسلم لا يتمنى الموت، بل إن طول العمر هو أيضا فيه من الخير للمؤمن، سواء كان يبتلى أو سواء ينعم في حياته. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل العافية يوم القيامة يتمنون لو أن أجسادهم قرضت بالمقاريض لما يرون ما للثواب العظيم لأهل البلاء. فأهل البلاء ومن يبتلى في الدنيا ويصبر على هذا البلاء فإنه يؤجر في الدنيا وكذلك أيضا يؤجر في الآخرة. فلا شك أن المسلم أن يصبر إذا ابتلي بأي أمر من أمور الدنيا، وأيضا ليعلم أن طول الحياة أيضا فيها خير للمؤمن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث أن خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولذلك على المسلم أن يحرص على استغلال هذا الوقت وهذه النعمة، وأيضا ما يتعلق بطول العمر ولو كان قد ابتلي ببعض الابتلاءات، ولكن عليه أن يصبر. وأيضا له البشارة يوم القيامة بما يجده من الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم.